ألو إدارة. ألو إدارة، برشة تشكيات من برشة توانسة، وإحنا توا نحكيه على عودة مواطنينا بالخارج، يحكيه على برت حلق الويد أو ميناء حلق الويد. يقولوا لي فما عبيد قاعدين يطلبوا من المواطنين أوراق الكهرباء والباسبور، يطلبوا في فلوس باستحقاق. معناها أنت مزات كي داخل بالكهرباء يقول لك هات باسبورك وهات أوراق الكهرباء نتاعك، توا نمشي أنا نجيب لك نطبع لك في الأوراق نتاعك، ويطلب من 20 ل 50 ل 100 دينار. هذه حكاية ماهيش جديدة، على خاطر رئيس الجمعية الوطنية للتونسيين بالخارج رامي خميخم كان صرح زيد الديوان فم في سبتمبر 2023، وقال في ميناء حلق الويد برشا عبيد ما عندهم حتى صفة تفرض روحها وتاخذ الأوراق وتقوم بالتسجيل وتطلب فلوس. آخر حاجة صار فيديو متداول لمواطن تونسي هو مدون أو صانع محتوى تونسي اسمه نزار، رجع من الخارج يحكي على تعرضه لموقف مماثل، عمل فيديو وقال فيه بجاه ربي لا تعملونا لا زكرة لا طبال، نحبوا تنظفونا اللي دايرين بالبرت، احنا نخرجوا يشدوا في خناقي، هات موتورك نبيع هيلك، هات بسكليتك، يفكوا لي اوراقي بالسيف، نقيد لك، ويحبوا ياخذوا فلوس بالسيف علينا. نزار كان طالب بتوفير الامن في محيط ميناء حلق الويد. الفيديو عمل برشا بارتاج وبرشا بوز في الفيسبوك، والتعليقات الخاصه من اللي صار لهم موقف مماثل كما هذا. واحنا اتصلنا، قاعدين نتصلوا توا، فما تليفون، فما اكستري باش يتعدى، ما في باليش، فما اكستري يلا موجود صحيح، فما اكسترينا ما في باليش، ما يتنسمو نزار شقال. ربي بجاه ربي بجاه ربي برحمة تمي ميتكم يا المقيمين، برحمة تمي ميتكم بربي لا تعملونا لا الذكر لا الطبيل، المقيمين بالخارج كان روحوا لا حشتنا لا بذكر ولا طبيل ولا دب 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 دب، حبوا تنظفونا دايرين بالبرق بالكلوس شراب، شنيا معلم انا نخرج ونشدوا في خناقي، هات بدورك بحالك، هات بسكليتك، هات شاشتك، وانا مروح يفكوني يا سيدي وراقي كارت جريز، وهات بالسيف نمشي نقيد لك، وهات 10 وهات 20 يتعاملوا معاه. هذا واحد من التوانسة اللي قاعدة تتشكى تشكيات كبيرة من انعدام الأمن في ميناء حلق الوادي، ويحكيوا على عملية ابتزاز للمسافرين. احنا توا قاعدين تسمعوا في التليفون، نحاولوا نتصلوا بمدير ميناء حلق الواد سي محمد عمران، ونفهموا معاه شنو صاير بالضبط، وناخذوا من عنده التفاصيل. قاعدين نكلموا في الإدارة متاع حلق الواد، الفيكس هذايا اللي قاعدين تسمعوا فيه كما كل يوم في ألو إدارة، نتصلوا بالإدارة قبل، صعيب شويه نتصورنا، لكن نتفائلوا خير. يلا معز نقول شي هز التليفون نتاع ميناء حلق الواد، تعرف شو عليها راه الدنيا فيها الخير ساعات، لا ستوندار يخدم، انا متاكد لي ستوندار يخدم، اما يجاوب ولا ما يجاوبوش هذاك حاجه اخرى، ما هزوش علينا. شوف باش ما نظلموش الناس ديما، نعاودوا ستوندار العميد شو يقول خطوط مجمعه، لا نعرف خاطر عشتها انا اختصاص اشاره، راهم السنترو هذوما جدد راهم فيها معناها الطريقه اللي باش تخليك معناها تخليه يعرف شكون يطلب، اما القديم الكل ما معناها بالنسبه لي فماش مش قاعد يسوني، راهو تو احنا يسوني عنا، اما هو قاعد يتكلم مع بعد اخر، فهمتني هاكا ما يجيكش اوكيبي، لكن يجيك يسوني كان خلطه كامل المكالمه الاولى ياخذ تعليق، ما كانش يقص، اذا باش ما نظلم حتى حد. برد حلق الواد معز، شوف برد حلق الواد هذا اولا خاصة في الوقت هذا نحكي عليه توا، هذا اللي العباد البتو هو العباد اللي استعمل اكثر استعملوها اكثر عدد من التوانسة باش يجيو يروحوا لبلادهم في الصيف، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو مكان استراتيجي، خاطر كيف كيف فما الكروازير يهبطوا زاد غادي وكل شيء، فما حركة كبيرة في برت حلق الواد، ولهنا التوانسة جينيرال وقت يجيو في البرت ويجيو معناها بالبط ويجيو بالبرت تلقى الكهرباء معبية شوية، مش ما نقولوش العجلة هابطة اللوتة وتحك من اللوتة وكل شيء، أما جاي بداوا جايين معبيين شوية يجيبوا الهدايا يا سيدي شوية. وديما مع الاسف نسمع ديما تشكيات المواطنين في معناها في طول الاجراءات، في التعقيدات، في التعامل معاهم، في برشا حاجات اللي مع الاسف ساعات تكون التجربه نتاعهم في عند الوصول تكون سيئه جدا. وزيدها توا هالمافيا اللي خارج البرت، وانا نحب نعرف اللي علاش نامنوا داخل، كيما نامنوا داخل البرت ماذا بين نامنوا خارج البرت، على خاطر ما نحبوش المواطنين تاعنا يتمربدوا كيما صحيح. واحنا باش نسالوا فما شكون يكتب توا، هو كاتب اسمه ابو عمر الحقيقه ماهوش عن اسمه، ما قال في العام نروح مرتين ما صار ليش موقف من النوع هذايا، ما طلب مني حتى حد الفلوس بالسيفره. ابو عمر احنا نكلموا المسؤول اللي تو جاوبنا، قول لنا فما هذا موجود ولا مش موجود. فاصل صغير خطوة، احنا باش نحاولوا نتحصلوا على رقم سي محمد عمران البورتابل نتاعو مدير ميناء حلق الواد، ونكلموه في المباشر.
واتصلنا بالسيد مدير ميناء حلق الويد سي محمد عمران. التليفون توا قاعد ينوقز، نحاولوا نتصلوا عليه في المباشر. كنا اتصلنا بالاداره والاداره ما تجاوبش. السيد العميد يقول نسبقوا الخير، فما ساعات خطوط مجمعه راهو في ستاندار، لازم توسعوا بالكم. انتوما votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. نعاودوا نتصلوا بسي محمد عمران مدير ميناء حلق الوادي، ونحاولوا نفهموا هالتشكيات هذه. راهو برشا تشكيات، يقول لك انا سيد ما نعرفوش، ماهوش لابس زي امني مثلا، يجي يقول لي على السلامه هات اوراقك هات باسبورك هات غيره. يقول لك فما نوع نتاع ابتزاز، التوانسه واللي جايين هما متقلقين. احنا نحبوا ميناء حلق الوادي، راهو ناس مروحه فرحانه تحب تقابل عائلاتها، ناس جايه لبلادها. سيد العميد والله هما يجيو مستبشرين ونفسانيا وقت الانسان يجي ماذا بيه يخرج في اقرب وقت ممكن من البرد. أي. لكن شويه من الحنه شويه مرتبط لدين. انا ندعو الناس الكل تسمع فينا ما يمد اوراقه لحتى حد، ما يتعامل كان مع الديوانة والشرطة دون سواه. وأي حد يجيك راهو من حقك تمشي تشكي في وقت الداخل. ريت هالكلمة هذه، هو التليفون اللي احنا توا حابين نقوم به وقت اللي نحكيه على مدير ميناء حلق الويد. نحب نقولوا له ياسي محمد عمران لشكون يزم يشكي، والتوانسة هذو وقت اللي يجي يلقى تشكيات يلقى مشكل تبع شكون المشكل هذايا؟ هل عندكم مكتب تستقبلوا فيه المواطنين؟ هل كيف يجي يشكي لكم باش تاخذوا له حقه؟ في بالكم ولا ما في بالكمش؟ هل هذا موجود ولا مش موجود؟ ينجم يقول لك انا ما عندي حتى شيء، بالنسبه لينا ما جانيش تشكي ما فماش، ماذا بينا نعرفوا شنو هو اللي صاير بالضبط. حاولنا نتحصلوا به سي محمد عمران، تليفونه ما يجاوبش. تفضل يا معز. احنا ننتظروا في السيزون تاع السنه 560,000 مسافر و250 الف سياره، معناها تخيل انت. وسام يقول كي تعطي 50 يورو مع الباسبور تخرج فيسا. اي مو لهنا شفت هون يلزم المسؤول يجاوب. سامحني لا سامحني، لازم المسؤول يجاوب. ما هو جهل القانون راهو زاد، تعرف راهو القانون يسخايلوا تو في تونس كل يسخايلوا اللي عطاه الفلوس هو مانع، اما راهو القانون التونسي الراشي ومرتشي نفس العقوبه. شو وما نعطيش رشوه يا خويا، الرشوه دي هزتنا 2000 قراي. سيد العميد بتحبوا نحبوا ولا نكرهوا، المواطن التونسي وقت يبدا مسافر وقت يبدا جاي لتونس يقول لك انا ما دام واحد قدام البرد جاني بكل وقاحه ويطلبني في فلوس ويجي نعمل لك ونعمل لك اوتوماتيكمون يخم، يقول لك اذا ما نعطيهش اموري باش تتعطل، على خاطر هذا يا خويا ما دام لهنا وقاعد يبرطع كما يحب معناه راهو عنده خيوطه. ما نحبش نقول كلام اخر هكا ولا لا؟ صحيح دونك هذاك بار ديفو المواطن التونسي كيفاش يخمم؟ يقول لك انا نعمل فيها بطلت قلت رسيلي بيت لهنا، وهذيك المشكله. يلزم المواطن يبيت في البرد، يبيت في البرد، يبيت في البرد، يبيت في البرد. معناها انا البارح في عائلتي شكون مروح من المانيا يقول لي راهو نورمال نعديو ليله كامله احنا الغدوه الصبح. وهذاك علاش انا نحب نتوجه للتوانسه نقول لهم اذا انتم على حق وما عندكم شنو خايفين مهما على شانه اشكيوا به. شوف يا معز وحقكم تاخذوه. برافو. شوف هو الحكايه شنو هي بالضبط. انا نذكر برات مشيت عرضت اختي جايه من المانيا بسيارتها وما قلت لهمش حتى شيء نتفرج شنو صار. صار اللي العباد اللي جايين قانونيا امورهم رجله وعنده في سيارته حاجات معقوله يتعداو يزفروا ما بقى حتى قلق. اللي تحكي لما انت اللي جاي معناها اشياء لازم الديوان يفكر زاد يثبت شنو داخلين البلاد راهو حقه لانه حمايه الامن تونس والاقتصاد تونس متفقين ولا يدوروه في وجهه اخرى ويثبتوا رواحهم. يا خوي انت تحب تتعدى فيسه ما هو زاد نجيب امور معقوله نجيب معناها عويله ومعنا ما يكفينا لعائلتنا. اما كيف الديوان يشوف سيد العميد مانيش على هذا راه انا حبيت هو يقول لك انا ما نتعداش فيسه مانيش مش الديوانيه اللي يمشي له الديوان يقول له لا لا متفقين معك. هو يقول لك انا يا خويا نستنى 10 سوايع ما تقوليش ما نمدلوش ما نمدلوش تو نقعد نستنى 10 سوايع بلا حق نمدلو. شكون هو؟ احنا العباد اللي حاطينهم هذيك تونس الدوله ملبستهم زي الديوان لابس زي وعليه علم تونس وعليه جراد وعليه اسمه والشرطي كيف كيف. اذا هذايا شكون هو؟ معناها راهو فقط الوحيد اللي يجي من غير زي هو المتفقد نتاع الديوان اللي هو مدني يجي وقت العوان يعيطوا له وتحت اشرافهم باش يثبت. اما حاجه اخرى ما فهمهاش سيد العميد. واحنا سيد عميد علاش المسؤول كي ما يجاوبش مشكله؟ توا مشكله توا مشكله. احنا اللي سمعنا انه صارت اجراءات استثنائيه والتفقد هذايا نتاع الاوراق والطبعه ولات من وسط الباتور باش ينقصوا شويه من هالاستثناءات اللي هي استثناءات تقعد اسمها استثناءات. واحنا راه ديما نقيسوا الخير قبل ما نتكلموا، لكن كيف المسؤول ما يجاوبناش
يقعد هذا الكل وحديث ماهوش كلام رسمي. وإحنا قاعدين نتكلموا راهو دي قاعدة تتصل بنا نحاولوا أن نتحصلوا عليه. تفضل معز. سيد عميد، فما تقرير عملته جمعية تونسية المراقبين العموميين على الرشوة الصغيرة. الرشوة الصغيرة معناها الرشوة اللي تدفع أقل من 50 دينار. قيمة الرشوة في العام 450 مليون دينار سنويا تدفع من أجل خدمات اللي نورمالمون المواطن عنده فيها الحق. هذايا نحكي لك. وفي الوقت عملنا الجرد مع الأسف القطاع الأمني والديوانة والصحة وكل شيء كانوا في المراتب الأولى. شوف سي معز، أنا تولدت في مركز حرس بابا مرور. لا خليني أقول لك دراسة علمية. أقسم بالله لا ثم واحد هاو يسمعوا فيا الزملاء كل في العالم الكل وكل من مديه رشوة سواء مدني ولا عسكري، أقسم بالله لا ريت واحد مد إيده الرشوة ومنع بها قسما بالله. راي غريبة تجي في صغاره تجي في راو غريبة. أنا قلت لك تولدت في حي حرس فيه 102 عوام ونتذكر كل من مد ايده مشى ولاده مشاو تروف ولاده خسرهم. شوف تعرفش علاش الحكايه شنو هي؟ خاطر اللي مد ايده ما عندوش اخلاق وما عندوش كفاءه باش يربي صغار. خاطر هو فاسد اصلا اللي مد ايده للحرام هذايا للرشوه، هو اصلا انسان فاسد. هل انسان فاسد تصوروا انتم يربي عائله ويربي صغار؟ فهمت علاش تجي الكارثه؟ اذا هي دعوه للناس الكل اللي يدفع واللي يقبض، اتقوا الله في وليداتكم، خافوا ربي خافوا ربي وخافوا خافوا على وليداتكم والله لا تدومها. خاف قلت لك، انا قلت لك بالتجربه انا عشتها، راني كنت في مكان نشوف فيها الدنيا كل هكا قدامي واضحه. اتقوا الله في وليداتكم، اتقوا الله في وليداتكم. راهو ما ريتش واحد مد ايده هز وما تهردوش ولادهم. هاو نقولها بالعربي بالجشمي باللغه التونسيه سهله ونتحمل مسؤوليتي. اتقوا الله في ربي واتقوا الله، اتقوا ربي ساق بكل شيء واتقوا الله في وليداتكم. راهو انا قلت لك عشنا وشفته بحدايا قدامي شيء. نتفاعلوا شويه مع الكاتبه عصام الدنداني اللي يقول صحيح سياده العميد انا ما نعطيش رشوه، نتمرمت كل مره نخرج اخر العباد، الواحد تعب يعلم به ربي مع اني معايا ما يكفي مش السياره باركه. معناها راهو واحد برشا قاعدين يتكلموا ويجاوبوا على الموضوع. رياض بجاوي يقول انا روحت عمناول تعديت سافا، لكن في الرجوع كيف كيف جاوني شكون وقالوا لي هات الباسبور نتاعك وهات نجيبوا لك اوراقك. التوانسه تعبي كيما اللي في تونس كيما اللي برا من تونس، ولا شي هذايا كابوس يا ربي خليني نخرج منك البرت. المشكله لهنا بربي، معناها اللي بحق التوانسه كيجي ويجيبوا برشا حاجات وكل شيء، ونعرفوا اللي كل قطاع فيه الباهي والخايب، هذاك ما نجموش ننكروه. بس ساعات فما بعض الأشخاص اللي هي عندها نوع من السلطة داخل البرد اللي هم يتجاوزوا ويستغلوها. بالنسبة لي أنا نحب برك نقول حاجة، والله ساعات يا سيد العميد الكهرباء تبدأ طالعة عالية هكا، والله العظيم ساعات تبدأ الحوايج يلموا فيها حتى من يشروا فيها بربع، معناها برختف يعلم بهم ربي. ساعات يجيب لك ساعات تشوف جايب ماشينا لافيه، كي تشوفه من الداخل تلقاه مصدق كل شيء. اما ديما عندنا فكره نحبوا نروحوا بحاجه، تلقاه يبني في جرد دويره يجيب لها كذا كذا كذا. اذا باش الواحد يبدا مروح نسهلوا له ما يسالش، خاصة المواطنين اللي تمردوا راهم تعرفوا مش كيفاش يعيشوا التوانسه غادي. راهو احنا يحسبوهم كي يشري هو كهرباء ويجيبها ويدخلها وتبدا معبيه، هذاك راهو مغوص وعايش في فرنسا بي وكل شيء. والله العظيم نشوف فيهم اللي يبداوا تعبين من الصباح لليل، يبداوا يلموا فيهم فرنك فرنك باش يروحوا، وعندهم سنين ممكن ما يوصلش باش يروح. ونعرفوهم اللي بالغالات عاد تسكر وبالشيء اللي صاير فيهم، بجاه ربي نرحموهم نسهلوا من الاجراءات. يا خويا عندي بطو 24 سامحني، عندي بطو 24 ساعه نعملوا تري بيان اللي عملوه باش يسهلوا الاجراءات، اما ماذا بيا زاد عمليه التفتيش تصير في البطو. ثم حاجه اخرى لازم نبداو من اللي يطلعوا سامح باش ما نحطوش نستناهم لين المكان اللي كنت فيه خليني نشوف كل شيء. ثم زاد حاجه حتى احنا نشوفوا سيد العميد بربي كل مره تقول لي حتى احنا نشوفوا ونسمعوا. مش في موضوع ثاني، موضوع انت كنت تعمل في دورات مشتركه؟ لا مش حكايه. اكتشفت حاجه انا مع الاسف شو نقولها، التونسي ساعة يد بخالف ايش يعمل؟ يمد اوراقه ويحط فيها فلوس ويمدها للعون. هذه شفتها بعيني راهو. مرة اثنين عشرات. التوانسة زادة شوية حضارة ونحيوها الصنعة هذه. يا خويا ماك مخالف تحمل مسؤولية خطأ نتاعك وخلص. إذا كان باش تخلص رادار خلص، باش تخلص مخالفة خلص، ما تحطش فلوس. أنت العمل الطامة راهي هذه تعرف يا عملية الرشوة فيها شكون يدفع؟ نقول لك حاجة عملت لنا رشوة. الرشوة عادات سلاح سيدي في تونس. إي في بالي.
اللعب هذا لعب خطير، راهو امنك وامن ذراريك وامن ولادك وامن دولتك وامن يعني اتقوا الله بربي التوانسة، راهو جا وقت رانا 2024 يلزم هالتصرفات. امشي انت اعمل الفيزيت نتاعك في وقتها، ادخل في القانون، علاش تحب روحك مخالف وتتلز باش تدفع؟ تحب تجري 160 وبعد ترسيك تدفع في تحاول باش تدفع الرشوه عليه؟ بربي سيد العميد جوست باش نعطيك مثل واحد يعطيه رونديفو تاع سكانير بعد 4 أشهر ويبدا هو عنده الله ما عارفين المرض الخايب ويجي يقول له ترى هات 50,000 تو نقدم لك سكانير ما تدفعش. نقول لك حاجه، وقت تولي عندنا منظومه اللي هي تستجيب وتراعي الناس بكل معناها بمساواه وتلقى الخدمات اللازمه اللي المواطن ما يتلزش باش يدفع رشوه، وقت نحكي. اما المواطن راهو في صحته مش لاق يدفع في رشوه في صحته. شوف يا معز، شفتوا كيفاش دقيقه كل ما نحكيو في موضوع نعاودوا نرجعوا الى المنظومه الكل لازم تتبدل. بتبيع. كل ما نحكيو في موضوع واحنا قاعدين نحاولوا اكثر ما يمكن انه ما نكونوا مع حتى حد ونعطيو لكل واحد حقه، رانا احنا التوانسه واحنا معاكم، راه مواطنين، راه احنا زيد سبحان الله معناها ناس نغلطوا كيفكم، نحاولوا نفهموا معاكم وبيكم ونحاولوا ناخذوا المعلومه باش نتعلموا الناس الكل ونقدموا مع بعضنا، مانيش حاطين رواحنا ناس قاعدين ننظروا. اما كما قلت انت سيد العميد راهو منا ومنا ومنا كيف تعمل التصويره كامله تلقى فما مشكل في الاصل. كمان دور الاعلام كبير. انت سامح ركبت معايا في الكهرباء، شنو شفت؟ بالله يقول الحقيقه، سبع مره يقول لي ركبت معايا في الكهرباء. بالله شنو شفت؟ شنو انا اللي جينا من بلاصه قريبه للديوان هنا شايف ال 40 سيارتي كانت فيها علم اي، واقسم بالله وبشرفي الانهار خلفت المرور. راهو العباد اللي معايا يتقلق يا خويا 50 يمشي 50 والله تقلقت يا خويا، ايش نعمل لك؟ انتم تتصرفوا، انا هكاك 70 يمشي 70 علاش؟ راهي حضاره، راهو القانون هو اللي ينظم حياه البشر. خلينا نحكيها الحكايه سيد العميد، خاطر انا خويا الكبير سيد العميد معناها صحاب برشا واخوات برشا، فهمني اللي انا تقلقت يا اخي في بلاصه ما يقول لي باش نزرب شويه، قال لي جنوريك حاجه سبع. شفت البلاكه اللي قدامك هذيك فيها 40؟ قلت له، قال لي ما تستناش مني باش نمشي اكثر من 40 كي تولي 70 تو نمشيو 70. هذاك هو القانون، انا اعتبرها حضاره. والحكمه من هذا انه راهو القانون في كل شيء. راهو كي نحكيو على رشوه ونحل قوس صغير، ولدك اللي يقرا في المكتب وتقول له تو نقريك عند المعلمه، خاطر توا عندك 14 توا تولي 18 معلمه اللي تقري فيه في القسمه، توا نعمل لك عندها ايتود، انت بديت تتعلم فيه باش هو يعطي رشوه، باش هو يعطي فلوس باش ياخو المعدل، من بعد كيف باش يكبر يولي هو يقول ساهل برشا، توا نمشي للسيد اللي حاجتي بيه ونشوف الطريقه اللي باش نخلصوا بها. راهو في كل شيء، راهو كي تمشي الصباح تقول على السلامه للسيد اللي في السوناد ولا في ستيك وتعطيه حويج، تقول والله راهو الصف طويل بربي كيفاش، هذاك راهو رشوه كبيرة. كبيرة بالنسبة لي أنا، تعطيش 2000 فرنك الصباح في الوقت اللي أنت تنجم تستنى 4 ساعة هذيك وتمشي وتعيش المواطنة نتاعك. الراشي والمرتشي كما قلنا توا، كما قلت مهز وقلت السيد العميد، هذا غلط وهذا غلط. حاولنا نتحصلوا على المدير العام نتاع ميناء حلق الواد، الإدارة ما تهزش والتليفون ما يهزش، نجم يكون في جلسة نجم يكون في اجتماع في غيره، توا نحاولوا نتحصلوا عليه من هنا حتى لنصف النهار. وديسي لا شكرا على تفاعلاتكم انتوما، ومازلنا معكم في ناس الديوان من توا لنصف النهار.